إذا كان أنا قلت ونعاود نقول لو قضاة القضاة الشرفاء نتاع بلادنا يقولك لا الرو، لو القضاة يقولك أخدم أنا نخدم بحكم القضاء هكاو، أنا ما نخليهمش يدخلوا هنا بحكم القضاء هكاو، أنا رفع الحجز عن طريق القضاء والقضاء عطى كلمته والقضاء قال أخدم. ثمانية قضاة من أشهر قضاة البلاد يجي في الليل ويرعشوا، قال لي أنا سكر روح سكر ولعبة مسكر الدنيا. فالحمد لله محاولة فاشلة ولن تفلح أبدا. وإذاعة القرآن الكريم راي ما ينجم يسكر، شفت أنا نحب نسكرها واحد يعني نحب نسكر إذاعة ما عادش نقدر عليها، ما نقدرش والله. وكان نحب نسكر أنا هنا حبيت ناخذ قرار ما نجمش، ما عادش نجم. إيش تاعي يا أخي تاعي أنا تاع الناس تبكي عباد تنوح عليها، ما تنجمش تسكر إذاعة، لعبة تسكر إذاعة راي مؤسسة شعبية، مؤسسة شعبية الناس الكل تسمع فيها، يجي يقول يسكر لعبة وتسكرها لعبة تسكر قبل عاد الغفلة وفيها تلك الغفلة. فالمهم جاوا بطريقة غير قانونية، جاوا بطريقة غير قانونية، وأنا أقول وأنا نحب أقول كيف دخلوا، أنا نحب أقول كيف دخلوا بالقوة، نعم بالقوة بالقوة العامة بالقوة العامة. المهم إن شاء الله معناتها إن شاء الله فيها قوة عامة تخرج من بلاد النيابة وتتبعوهم تتبعوهم قوم بالاجراءات وتتبعوه الناس وخبراء ونذاعه عدات هذا واحد من الناس من الكرم نجري قريب نقلب الكهرباء انا ولد اختي باش نجيو مستعدين باش نعملوا ميت عمل معاك في كل شيء. قتلوا شكاية أمك وبوه مستعدين كل شيء، هذوما مسؤولين الكانت نتاعي تشكي بيهم سيرابها وانت تشكي بيه يا شيخ. بوك مريض من توا كلم المحامين من توا كلم الناس اللي تعرف الدافع كلمهم يجيو من توا تقدم قضية مش خلاها جمعة أخرى وغدوة بعد غدوة طبعا على المباشر خلاها اسمع الأستاذ رئيس الحكومة الشيء اللي قاعد يصير هذا وين الديمقراطية؟ ما يقولوا ديمقراطية، أنا نحب القرآن، أنا مسلمين في قنوات الدعارة احنا تويك هل نفرجوا فيهم؟ التلفزيون نسكرها، ما عادش نجموا نتفرجوا فيها. ليه ما ردوهم على الأقل نسمعوا فيه شوية قرآن نسمعوا فيه شوية حديث. بلاه توا الرئيس حكومة رئيس حكومة ولا حط لك السيد على المباشر رئيس الحكومة ما أنا مواطنين. ما فماش نهارين ثلاثة الناس داخلة على سارة واش مقاتلة كما قالت أختنا هذه لو كان جاي يتبعوا كلام ربه يا ربي كل شقته لكن الحاجة الوحيدة نحب نبشركم بحاجة هو يعني غاضتهم كيفاش إذاعة القرآن الكريم ربحت. هما كانوا يستنوا تخسر لكن في كل قضية كل قضية ربحناها في المحاكم ونعم بالله. لذلك أنا أقول يعني الله يرحم والدينا القضاة كل بلادنا شرفاء 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 هم الفيصل راهم وهم ياخذوا امانتهم اليوم ان شاء الله بيحاولوا يعملوا ما شاء الله. انا شكون امانه بين ايديهم، انا قلت لكم امانه بين ايديهم راهي يا قضاة تونس، يا قضاة تونس راهي شعب تونس وصلكم الامانه لايديكم انتم لحد الان الله يرحم والديكم وعطيتوا الامانه على حسب ما يرام. راهو اليوم الامر عندكم لانكم انتم تحكموا وفما باندية في البلاد ما يهمهمش. عادش عادش احنا في بالنا تنحاو في بالنا تنحاو احنا هذول خلينا في القانون الترويكا هذيا لازم يحطوا فيها ناس محبه يحطوا فيها ناس خافوا. اسمعني قول شكون يخرج الشارع؟ اللي يخرج الشارع الظالم يخرج هو، انا ما نخرجوش. احنا معانا الحق، احنا عندنا احكام منوره قضائية من أقوى قضاة البلاد. إيه هذه قضية متاع شهاب كبيرة ياسر. يعني بالضبط. إيه أما وين رئيس الحكومة؟ وين رئيس الحكومة يسمح بمثل هذا في بلاده؟ أنا يا شيخ علاش يحبوا يسكروا علاش؟ علاه من دون القنوات كلها؟ علاه يحبوا يسكروا هيك؟ مش خاطر نازح يا شيخ. نازح وأقوى منهم يا شيخ. أنا مش نجاوب أختي. أنا مش نجاوب علاش يحبوا سامحني أنا بجاوب علاش يحبوا يسكروها؟ ما في بالهم مش هما كي يعملوا هكا يزيدوا شهرة للدين، يزيدوا أعلى للدين، يزيدوا يعليوا في كلمة الحق هما بيدهم بطريقة غير مباشرة. هاكو اختي علاش؟ لأن ربي يعمل فيهم بن علي وقوته ومشي على روح بن علي وقوته ومشي على روح باش تعرف كلمة الحق. يا ودي قول له ارزع البرامج نتاعك تلقى حاجة ماشي باهية يترجع تلقى حاجه ماشي باهي تكلم ارجع البرامج ارجع البرامج نشوف. المهم احنا نقول راهو يعني الاذاعه معبيه بالناس قاعده تتوافد في على اذاعه القران الكريم. بعد ما سمعت الخبر هذا كنتم على الهواء مباشره. انا وعدتكم في اذاعه القران الكريم اي حاجه تصير حل الميكرو ما فماش يا ودي تي حبره تسمعوا
انتي حبره تسمعوا علاش باش راهو اذاعه من نوع اخر اذاعه من نوع اخر ما نجمش انا نسكر عليكم تصدموا انا نسكر عليكم من الاذاعه هذه انا الاذاعه ما عادش يحب يسكر لي يحب يسكر مظلومين الكرويزه والناس اللي يسمعوني يحب يسكر الميكرو يسكر الميكرو ونعمل اتفاقيات مع بعضنا نتفاهم لا ولد عم يا مجيب الشعب يا حاصل على شيء هذاك انا الاهلي يا شيخ انا الاهلي يا شيخ خلي الناس تسمع والله الفاميليا ما مش قاعدين مشي انا عامل جلطه وداخل كبير من باب التيم خلصوا تو نجري والله سيدنا خدمنا وزيره والله بخدمه والله فوق الخدمه بحوايج خدمه علاش هكا علاش شنو الشيء اللي يحبوا العباد بحوايج خدمه أين رئيس الحكومة؟ أين رئيس الحكومة؟ أين يوسف الشاه؟ المهم ويحكوا على الديمقراطية وين الديمقراطية؟ الشغب مش نحاولوا نقولوا بقضية ضدهم إن شاء الله؟ لا ما تخوش وقت مطلبناهم مش في سي مطلبناهم لا في خدمة لا على سي إن شاء الله بإذن الله لازم يحترمونا دخلنا معهم في اللعبة القانونية لازم يحترمونا كما نحترموهم فما قانون في البلاد وفما فما قانون في البلاد ونحترموا القانون ان شاء الله يا رب ان شاء الله.